جلوكوز كونسنتريشن ان سيرم، تركيز الجلوكوز في مصل الدم. وعطيتكم واجب، قلت لكم عرفوا لي الفرق ما بين السكر من النوع الاول والثاني، فكانت بعض الاجابات يعني كاتب لي طريقه يعني تيست شلون باليورين، طريقه من البلازما. فانا بس الفرق ما بين ليش هذا تايب 1 وهذا تايب 2 للدايبيتس، يعني فقط الفرق بيناتهم، مو طريقة يعني شلون الأعراض وشلون العلاج، كل هذا ما عرفته. فردت يعني بس الفرق يعني تقريبا سطرين 4 أسطر هو يصير الجواب، وأكو أصلا مو يم الموضوع يعني مسوي لي على الهايبر والهايبو زين. فهو الجواب انه انا التايب 1 يكون يعني المرضى ما ينتجون انسولين، يعني انسولين ما عندهم بالجسم، يعني صار فد يعني شلون الجهاز المناعي صار هجوم على البنكرياس، فصار فد دامج او فد خلل بالبنكرياس، فقام ينتج كمية من الانسولين. فأو أكو عنده إنسولين بس كمية كلش قليلة، يعني ما تساعده إنه هو يقوم مهامه إنه هو ينظم مستوى الجلوكوز بالدم. إحنا إيش قلنا الإنسولين من مهمة أو وظيفته إنه هو يعني شلون ينظم مستوى السكر في الدم. هذا النوع الأول قلنا هو يكون ما عنده أصلا، دول النوع الأول هو يعني ما عندهم أصلا إنسولين، فيكون مستوى الجلوكوز كلش يعني مرتفع في الدم. فدائما دول ايش يسوون؟ ياخذون حقن مالت انسولين، يعني هم اصلا ما عندهم يعني انسولين حتى ينظمون لهم الجلوكوز مالتهم بالدم. فيعني ليش يعني هو هذا يعتبر من النوع الوراثي او يعني يرتبط بالجهاز المناعي. اما النوع الثاني هو عنده انسولين بس الانسولين مالته يعني ما قايم بواجبه او مهمته الصحيحه، يعني يبقى هم من مستوى الجلوكوز يعني شلون مرتفع. فيعني هذا هو الفرق، يعني انتوا قاعد كاتبين لي اعراض وهاي، هذا كل احنا ما ردنا، احنا بس ردنا نعرف الفرق العلمي ما بين الجلوكوز من نوع يعني تايب 1 الدايبيتس والنوع الاول، بس هذا ردنا. يعني هو النوع الثاني انه هو عنده انسولين بس ما عنده القدرة انه هو يعني شلون يقوم يعني بعمله بتنظيم المستوى الجلوكوز بالجسم، فيبقى شلون السكر متراكم يعني ما يروح للخلايا. شلون احنا قلنا اذا بقى عنده فائض من الجلوكوز يروح يخزن بالخلايا الدهنيه بالانسجه الدهنيه او او بالعضلات، لا هذا يبقى يعني بالدم يعني متراكم. واضح ولا؟ اوكي، هسه احنا هذا الجواب مال الهوم ورك مال شو اسمه المحاضرة اللي فاتت. هسه اليوم احنا عندنا determination of uric acid concentration in serum، عندنا يعني تحديد مستوى او تركيز اليوريك اسيد في السيرم الدم. اول شيء احنا خلينا نعرف احنا اليوريك اسيد شلون راح ينتج داخل الجسم. ينتج اليوريك اسيد اول شيء من البروتينات، يعني من الميت او البروتينات مثل البقوليات او يعني نوع من الاسماك مثل السردين او غيرها. المهم هو فد بروتين يدخل للجسم فيصنع اليوريك اسيد، يعني بعد ما تجري عليه عمليه من وجود انزيمات بالجهاز الهضمي، يعني تصير عمليه معقده. يعني هو تعرفون ان البروتين هو مجموعه من خلايا، ومن ضمن البروتين مكونات البروتين الدي ان اي، وانتم تعرفون الدي ان اي واخذتوه شنو هو مختصر شنو الدي ان اي. اكو حد يعرف الدي ان اي شنو اختصار يعني مختصر شنو، يعني هذا الدي والان والاي شنو معناته؟ نيوكليك أسيد، نعم ديوكسي نيوكليك أسيد. احسنت. شو اسمك؟ حسين عشان عادل. اسجل اسمك. حسين عادل، اوكي حسين، اوكي. فهسه احنا عرفنا انه الدي ان اي هو حامض نووي يتكون بعد يعني ما تجري عليه يعني شلون تكسير يعني يتكسر نتيجة وجود انزيمات هاضمة بالمعدة، فراح يصير الى يعني شلون مركبات بعد يعني اجزاء الدي ان اي هي البيورينات. هالبيورينات فحملنا يعني بوجود الانزيمات وبوجود يعني العمليات الميتابوليزم الايضا الخلو راح يسوينا
مركب يسمونه الأكزوفين. هذا الأكزوفين راح ينطيني أو يحول لي إلى اليوريك أسيد، يعني هذا السيستم مالت اليوريك أسيد شلون يعني يخلق داخل الجسم. هو أصلا يعني شلون يخلق من، يعني يصنع أصلا في الكبد وبعدين ينتقل من إلى الكلية حتى يتصفى، أكو تعرفون بالكلى فلاتر وهاي، حتى الفائض من الجسم يطلع عن طريق اليورين. واضح؟ لا، هاي بصورة يعني هذا اليوريك أسيد من تكوينه، إنه هو من البروتين راح يتحطم من البروتين نتيجة إنزيمات هاضمة داخل المعدة، راح يعطيني البيورينات، البيورينات تتحول إلى الأكزوثين، الأكزوثين ينطيني اليوريك أسيد. أوكي، هسه احنا نقول احنا وإذا صعد اليوريك أسيد وصار عالي مستوى في يعني بالبلا بالدم، وشنو يعني ايش راح يصير؟ الكلى تصفي وتطلع زايد. الكلى إلها يعني هم سيستمها وهم إلها نظام، إلها يعني مقدار من يعني اليوريك أسيد، وهي تطلع الفائض من عنده الزائد عن يعني زاد عن حده. يعني اكو فد رينج معين، مثلا هسه نشوف الرينجات اللي موجودة ظل الطبيعي، بس نشوفه بعدين نرجع. عندنا رينجات أطفال من 2 إلى 5 ملي جرام ديستيليتر، وعندنا بالميل الرجال يكون من 3.5 إلى 7.2، هذا الرينج الطبيعي. إذا زاد عن حده هذا راح يسبب لنا مشاكل بالدم. بالفيميل بالإناث راح يكون من 2.6 إلى 6، هذا الرينج الطبيعي. هذا الرينج المفروض يعني إلى هذا يعني حد، هذا الحد هو مسموح، إذا زاد عنه راح يسبب لي مشاكل. هسه نرجع إحنا للبداية مالت موضوعنا، فقلنا إذا زاد عن حد راح يسبب لنا مشاكل. شنو المشاكل؟ إنه هو يعني إذا عبر السبعة صار أكثر من 7، مثلا 7.5 8، هذا راح يسبب مشاكل بالجسم. راح الزايد من عنده راح يرجع لمن؟ للمعدة. المعدة ايش راح تسوي؟ راح تسوي إما للخلايا، تودي إما للمفاصل للعظام، فراح يسبب لنا شنو؟ التهاب العظام المزمن، أو يسمونه الجوتا، مرض النقرصة، أو داء الملوك، أو يسوينا فد يعني رينال دامج، يعني فد دامج بال دامج بال يعني فشل كلوي بالكلى. فيعني المفروض واحد يعني ينتبه على نوع الطعام مالته، يعني شلون يكون ذو قيمة غذائية صحي، يعني هاي الأمور ويوصي بيها أهل الكبار. أهم شيء هما الكبار، واللي يكون أكثر شيء إصابة هما الذكور. فساعدنا يوريك أسيد. يوريك أسيد is the end product of the primary purine metabolism. أدينين جوانين in the human، يعني هو حامض اليوريك هو الناتج النهائي للبيورينات. البيورينات قلنا شلون نستحصل عليها؟ نستحصل عليها من الدي ان اي اللي هو عن طريق البروتين. البروتين مين جاينا؟ عن طريق الميتنج. فدائما هذا يعني اللحوم هي مصادرها حيواني، فدائما الحيوانات يكون نسبة اليوريك اسيد بيها كلش عالي. فليش يعني يقول لك اللحم الأحمر كل شيء يؤذي وخطر؟ فلين هو بنسبة اليوريك أسيد عالية. فهسه احنا عرفنا انه البيوريات بالأيض الخلوي اللي صار لها بالموتابوليزم انطاني الأدينين اللي هي مكونات البيورينات، الأدينين والجوانين، هاي حوامض نيتروجينية أو قواعد نيتروجينية موجودة بالبيورينات in the human في الإنسان. واضح طلاب؟ هسا عندنا رقم 2، a normal diet sum من 5 إلى 6 millimole of the urate of the produced daily. يعني نقول لك إنه النظام الغذائي الطبيعي يكون من 5 إلى 6 مليمول بيورات، يعني نوع اليوريك أسيد بالناتج مالته اليومي. of the mu يعني الكمية مالته اللي راح تعطيني البيورينات تكون من 3 إلى 4 من ملي مول، يعني أثناء ما تخلق وتصنع. So this is of the body. دائما نلقى 1 إلى 2 ملي مول of the، يعني شلون هذا واحد من عندها أو اثنين راح يرجع، يعني شنو المتبقي من عندها قلنا شلون راح يرجع يخلق ويرجع للمعدة ويرجع يعني يسوي لنا مشاكل بالجسم. when human
when human like uricase of the uric acid levels are high. لما يكون عندما يكون اليوريك أسيد مستوياته عالية أو because of poor solubility, يعني تكون poor, يعني شلون الذوبانية مالته ضعيفة. لما يكون اليوريك أسيد ذوبانيته ضعيفة في الجسم راح يكون في مستويات كلش عالية. وهاي اليورايت of the human of the bone of the clinical يعني effects راح يسبب لنا في التأثيرات السريرية. أوكي, مثل هاي المصطلح اللي أخذناه إحنا بالكليكوز, عندنا هنا شنو الهايبر يوريك كيميا. الهايبر يوريك كيميا هذا يسمونه فرط حامض يوريك أسيد في الدم, يعني يكون فرط حامض يعني بشكل كلش عالي, يعني زيادة بنسبة اليوريك أسيد بالدم. فهذا المصطلح إنه هو زيادة نسبة الحامض اليوريك أسيد بالبلاد. فمثل ايش راح يسبب لنا من مشاكل او امراض؟ صار الجوتي هذا داء النقرصه او داء الملوك. الجوتي هو داء النقرصه او داء الملوك, ويسبب لنا بعد يا مرض رينال دامج, يسبب لنا مرض الفشل الكلوي. واضح طب؟ نعم يسمعوني؟ نعم دكتوره. اوكي, هسه عندنا النقطه اللي بعدها شو تقول؟ تقول ذا برايمر ذا بيورينيس ادينين اند جوانين ار كونسيديتد اوف ذا نيوكليك اسيد فروم دي ان اي ار ان اي. يعني انه البيورينات البيورينس يتكون من الادينين والجوانين. هاي قواعد قلنا عليها نيتروجينيه من مكونات البيوريناس, فراح تعطينا مكونات للحامض النووي نيوكليك اسيد فروم من عندها الدي ان اي والار ان اي. اوكي, فاللي بعدها النقطه اللي بعدها يقول لك يورينير اكستيشن, يعني بالاخراج الادرار سلفيتلي, يعني راح يكون اللوير, يعني يكون مستوى ان ذا ميلز عند الرجال يكون المستوى مالته يعني قليل مقارنة بالفيميلز بين عند فيلمس فيلم, يعني بالنساء. يعني لما نقارن بين النساء والرجال احنا نشوف مستوى اخراج يعني الادرار عند الرجال اقل من النساء. which ما اذا يعني شنو هذا ايش راح يسوي او ايش راح يساهم لنا؟ of the hair in students of the hyper uricemia in the man راح يسبب لنا شنو؟ ارتفاع او افراط في حامض اليوريك في الدم عند الرجال. بسبب شنو؟ بسبب انه عندهم يعني نسبه اخراج الادرار اقل من النساء. واضحه هاي النقطه طلاب؟ بسبب انه يعني نسبه اخراج الادرار راح يسبب لنا شنو؟ نوع من الارتفاع باليوريك اسيد عند الرجال, فالرجال يكون هم اكثر عرضه لارتفاع اليوريك اسيد من النساء. واضح؟ هسه عندنا 75% من اليوريت من حامض اليوريك اسيد اللايف, يعني هو ذا بادي يورين, انه 75% من عنده يغادر او يخرج من جسم الانسان عن طريق اليورين, وال25 الباقيه من عنده راح تبقى بالعفو بالجسم. ريمينج 25% يعني بيسز راح تمر انتو ذا انتستينال اليومن, يعني القناه الهضميه راح ترجع. وقلت لكم راح يسبب لنا فد مشاكل, راح ترجع لاما للنيل الركبه او للفات, يعني هذا المفصل اللي ما بين ابهام القدم وهذا المفصل راح يكون عليه فد نوع من الكريست, من شلون يعني شلون الذرات يعني شلون يعني شايفين هذا البوري مثلا يصير عليه املاح وهاي ترسب, فهاي الترسبات والكريست راح يسبب لنا نوع من اللي هو هذا الجوتا داء النقرصه. وين يكون على الاصبع الابهام مالت القدم, فيكون متورم ويكون لونه احمر تقريب مثل لون الطماطه. شلون لون الطماطه هيك احمر, فهذا هو داء النقرصه.
واضح طلاب، فراح يكون هذا الكريست واليوريك اسيد داير مداير هذه المفاصل، اكثر شيء يصيب الركب والمفصل مال ابهام القدم. اوكي هسه عندنا عندنا كلينيكال سيجنيفيكسن، عندنا شنو اهميه السريريه الهايبايوريك يوريك كيميا، هو ارتفاع او فراغ حامض اليورك في الدم. ايش راح يسبب لنا حامض اليورك عنده زياده او الافراط به؟ راح يسبب اول شيء انكريزد سونس اوف ذا بيورينس جوتا، راح يسبب زياده في تخلق او تصنع البيورينات. قلنا البيورينات اذا زادت بالجسم راح تكثر من اليوريك اسيد، وراح يسبب لنا مرض الداء النقرسه اللي هو شو يسمونه الجوتا. راح يسبب لنا بعد شنو انكريز انتيك اوف ذا بيورين، راح يسبب لنا زياده في تكوين البيورينات، وهذه هم راح يسبب لنا مشاكل داخل الجسم. راح يسبب لنا انكريز تورن اوفر اوف ذا نيوكليك اسيد لوكيميا، راح يسبب يعني زياده في دوران الاحماض النوويه، وراح يسبب لنا نوع من امراض الدم اللي هي شو يسمونها اللوكيميا. اوكي راح يسبب لنا هم يعني increased rate of the urate formation الهايبوكسي اسيدوسيس، تسبب يعني زياده في معدل تكوين الاحماض اللي هي من نوع الهايبوكسي، يسموها هذا الهايبوكسي. يعني شنو راح يسبب؟ يعني هاي اليوريت من راح تتكون راح الأحماض اللي من نوع الهوبوكسي راح تكون يعني شلون نقص بيها يعني نوع من هاي النوع من هاي الأحماض اللي يسمونها مصطلح الهايبوكسي. reduced rate of extraction، يعني راح تكون انخفاض في معدل الإخراج، قلنا يعني راح يعني ما عندها القابلية إنه دا زاد عن حدها. احنا قلنا اكو سيستم او نظام هي اعتفت فترة على حد معين، اذا زاد قلنا راح تعيد للجسم، ما راح يعني لها فد يعني رينج معين تقوم باخراجه، فهي راح يصير عندها شنو هنا من يكون عندها reduced rate of the action يعني بالاخراج، معدل انخفاض الاخراج راح يكون من النوع عندنا شنو الهايبريوريك كيميا، نوع الهايبر مو الهايبر. واضح لا؟ هسه عندنا بي من نوع اللي يكون عندنا الهايبويوريكيميا، الهايبو هذا الهايبو ذاك الهايبر. الهايبو هو معناته شنو؟ نقص حامض اليوريك اسيد يعني في الدم. هذا ايش راح يسبب لنا؟ هم راح يسبب لنا يعني يكون يعني موجود يعني شنو سببه هو شنو؟ ان the result of the treatment of the hypoglycemia، دول اللي عانوا من الهايبوكيميا يعني زيادة حامض اليوريك أسيد بالبلاد أخذوا فد نوع من العلاج، فمن تعالجوا treatment سببت عندهم شنو نوع من الانخفاض، يعني صار عندهم نقص بحامض الهايبو اليوريك أسيد اللي هو صار من نوع شنو الهايبوكيميا. واضح طلاب؟ يعني العلاج اللي أخذوا من كان عندهم اليوريك أسيد عالي وسبب لهم انخفاض صار عندهم هذا النوع من الهايبويوريك كيميا. زين أسيديتد with proximal renal tubular damage، راح يسبب يعني شلون يكون مرتبط بالأنبوب القريب الكلوي، يعني هذا الـ يعني إذا كان هذا الارتباط يعني الهايبويوريكيميا راح إذا أكو فد يعني التهاب أو فد شيء بال أو دامج بالأنبوب الكلوي القريب راح يكون من نوع الهايبويوريكيميا. هذا إذا عنده دامج بمن بالبروكسيمال رينال تيوبولار، هذا وين موجود؟ موجود بالكلية الأنبوب الكلوي القريب. واضح طلاب؟ وجدوه همنا موجود في بعض البيشنت ريسيفينج بيرتينالي نيتروجين، دول اللي بعض المرضى اللي مثلا يسوون عمليات جراحيه او هذا، فمي اول ما يسوي العمليه ما يقدر يعني ينطوا اكل، فشو ينطونا؟ ينطونا مغذيات. بعض المغذيات
تكون مالحه، اكو من عندها اللي بيها جلوكوز، اكو تكون مالحه، فاذا اخذ كميات عاليه من هاي المغذيات اللي بيها املاح هم راح يسبب نوع من الشنو، من الهايبويوريكيميا. اوكي، او لما تكون شو اسمه بعض يعني برينجنس، يعني شلون حوامل، بعض الحوامل راح يعانون من نوع من الهايبويوريكيميا، او انه هو سببه يكون قلنا مرتبط ويا تايب 1 دايابيتس ميلتس، يكون مرتبط بمرض السكري من النوع الاول. واضح طلاب؟ هسه عرفت شنو الهايبر يور كيميا والهايبو، يعني كل واحد وشنو اللي ما هذا. بس اكو نقطة احنا عبرناها يمكن مال السندروم فان كونسن، هاي شو اسمه متلازمة فان كونسن، هاي اكو فد متلازمة تصير بالكلى يسمونها، يعني مرض يعني شلون متلازمة شلون وراثي، فيسمونها الفون كونسين، الفون كونسين سندروم، المتلازمة الفون كونسين. واضح طلاب؟ هسه عندنا الرينج الطبيعي اللي موجود داخل الجسم ايش قد يكون؟ قلنا بالاطفال يكون من 2 الى 5، وبال الديتال ديلت اللي هم الكبار منهم الميل يكون من 3.5 الى 7.2، وبالفيميل يكون من 2.6 الى 6. باش يقيسوها بالمليغرام ديستيلتر. واضح طلاب؟ اكو اذا يحولوها للمليمول، اكو فد يعني طريقه بالكل، يعني كل كت وكل يعني هذا طريقتي يعني القياس مالته اللي موجوده به، فاحنا اكثر هذا نقيسه بالمليغرام ديستيلاتر. باليورين تكون نسبته خلال 24 ساعه من 250 الى 750 مليغرام. نسبته نسبه اليوريك اسيد باليورين تكون من 250 الى 750 مليغرام كل 24 ساعه. هسه عندنا شلون يعني المبدا مالته او تحضير الكت اللي موجود، يعني شنو المركبات اللي موجوده من ضمن الكت، يعني شلون هذا الباكيت اللي يجينا مالت الكت بثلاث فيال، فيال بي ار 1 وفيال بي ار 2 وفيال بي ار 3. ار 1 هو عباره عن انزيمات. واضح طلاب؟ فهذا يحكينا عن بدايه او يعني بدايه تفاعل الانزيمات. فهذا يوريك كيز اكتس اوف ذا ان يوريك اسيد بروديوس الانتروين، راح يكون اليوريك كيز راح يكون لنا يعني من تفاعل حامض اليوريك اسيد راح ينتج لنا الانتروين. هذا الانتوين هو شنو؟ هو يعني من ثنائي اكسيد الكربون اللي هو كربون ديوكسي كربون ديوكسيد اند هيدروجين بروكسيد، يعني ثنائي الهيدروجين بروكسيد الهيدروجين. البروكسيد الهيدروجين ويا البروسنس وجود البروكسيديز هذا هم انزيم، يعني هذا البروكسيد الهيدروجين والبروكسيديز هاي كلها عبارة عن انزيمات راح يسوينا في التفاعل رياكتس وذا كروموجين، فد مركب كروموجين اللي هو عبارة عن امينو الانتروبيرين. هذا الانتروبيرين ويا بعد موجود داخله وموجود ويا الدايكلورو هيدروكسيد بنزين سلفيت، هذا كله عبارة عن كروموجين، هذا اللي أمينو انتروبين والدايكلورو هيدروكسيد بنزو سلفيت هذا عبارة عن شنو كروموجين. هذا راح يعطينا فد مركب معقد يكون لونه